لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. حبيتك من زمان. أنغام تنهي عروستها الطويلة بزفاف أسطوري من راغب علامة. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأنباء زواج الفنان اللبناني راغب علامة من النجمة المصرية أنغام. وقال نشطون في وسائل التواصل الاجتماعي أن علامة ارتبط بأنغام مؤخرا لكنه لم يعلن ذلك رسميا. وازدادت التكهنات بعد اختيار أنغام وحل ضيفا في أولى حلقات برنامج أنغام المذاع عبر فضائية DMC. ولاحظ الجمهور تبادل راغب علامة وأنغام بعضهما ومسيرتهما الغنائية بكلمات رقيقة. وقالت له النجمة الكبيرة حبيتك ودخلت قلبي. حرصت أنغام على مدح مشوار ومسيرة راغب علامة قائلة أنها دائما تقف أمام ما قدمه متعجبة. ووصفت أعماله موضحة غناك السهل الممتنع وأداءك نادر. وبدوره أثنى راغب علامة على مسيرة أنغام واختياراتها الغنائية وقال لها أثناء الحديث عن أغنيته اللي بعنا خسر دلعنا محدش يقدر يبيعي. ولا تزال أنباء ارتباطهما حتى اللحظة مجرد تناولات تداولتها وسائل السوشيال ميديا دون أي تأكيد أو نفي رسمي من الطرفين. وكشف راغب علامة عن شعوره وتخوفه وتردده من تقديم أغنية اللي بعنا خسر دلعنا قائلا الأغنية بتشبهني وكنت متردد الناس يفتكروها غرور وهي مهداة لكل واحد بيفكر بالطريقة دي وبيعرف قيمته وما يخافش من اللي بيعه. أنغام محمد علي سليمان المعروفة باسم أنغام هي ابنة الملحن الكبير محمد سليمان، وهو أول من دعمها ودربها على الغناء الطربي. ولدت بمحافظة الإسكندرية في اليوم 19 من شهر يناير سنة 1972. منذ طفولتها كانت تحب الأغاني الطربية وكانت تميل إلى الاستماع إلى كبار نجوم الطرب مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان وغيرهم. فقرر والدها أن يساعدها على تعلم الغناء، وبالفعل أصبحت في سن صغير جدا تشارك في عدد من الحفلات المدرسية. ومن سن أصبحت تشارك في حفلات على مسرح الإسكندرية حتى أصبحت واحدة من أهم نجمات الوطن العربي. شقيقتها هي الفنانة غنوة والتي لم تلقى نفس شهرتها بسبب مشاكل عائلية، ولكنها حصلت على دور هام في مسلسل الأب الروحي عام 2019. وبعدها تعرضت إلى حادث مروع أدى إلى وفاتها عن عمر ناهز 30 عاما. وتعتبر هذه الواقعة من أصعب الأشياء التي قابلتها أنغام طوال حياتها. في بداية مشوارها الفني أعلنت الفنانة أنغام زواجها من رجل الأعمال المعروف مجدي عارف. وفي هذه الأثناء قابلت أنغام العديد من الشائعات التي تفيد برفض والدها هذه الزيجة، مما أسفر عن حدوث قطيعة بينها وبين والدها. إلى أنها بعد أكثر من 20 عاما ظهرت أنغام في أحد البرامج التلفزيونية موضحة أنه لم يحدث أي اعتراض من قبل والدها أو من قبل طليقها، بل كان زواجا طبيعيا بالاتفاق مع العائلتين. أنجبت أنغام منها الأكبر عمر، وبعد 5 سنوات انفصل الثنائي في هدوء تام بعيد عن وسائل الإعلام. بعد سنوات من انفصالها عن زوجها الأول مجدي عارف أعلنت أنغام زواجها من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004. وتمكن هذا الثنائي من تقديم عدد من الأغنيات الناجحة والتي لاقت رواجا في مختلف البلاد العربية، وقد أنجبت ابنها الثاني عبد الرحمن من فهد. ولكن بعد فترة بدأت المشاكل تزداد بينهما، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق لكنه لم يوافقها، فاضطرت للجوء إلى المحكمة وقامت برفع قضية خلع ضد زوجها. وبعد سنوات من القضايا والشائعات حصلت أنغام على حريتها من زوجها ولم تتعامل فنيا معه منذ ذلك الحين. بعد مرور أكثر من 10 أعوام قررت الفنانة أنغام الإعلان عن زواجها من الفنان أحمد عز الذي تم في وقت سابق. كان هناك العديد من الشائعات حول وجود علاقة بينهما، ولكن لم يقم أحد من الطرفين بنفي أو إثبات هذه الشائعات. لكن بعد سنوات وخاصة بعد قضية أحمد عز وزينة تم نشر وثيقة زواج بين كل من أحمد عز وأنغام. ظهرت أنغام في أحد البرامج التلفزيونية وأكدت حقيقة زواجها من عز، معلنة أن الزواج لم يكن رفيا أو زواج في السر كما أشاع البعض، بل كان
كان زواج رسمي بين الأهل والأقارب، ولكنها لم تعلنه في وسائل الإعلام بسبب المشاكل التي كانت بينها وبين طريقها في ذلك الوقت، وكانت تخشى أن يقوم بأخذ ابنها، الأمر الذي جعلها تطلب من عز التكتم على خبر الزواج. ولم يستمر هذه الزيجة سوى عام واحد فقط، وانفصل الثنائي عام 2012. من أكثر المواضيع التي تم البحث عنها خلال عام 2019 هو موضوع زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. بدأ الأمر عندما قام كل من أنغام وإبراهيم بنشر عدد من الصور التي تجمعهما سويا، مما جعل الجمهور يشك وجود علاقة بينهما. ومن ثم أعلنت أنغام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي قوبل بالكثير من الهجوم والرفض سواء من جماهير أنغام أو حتى من أقاربه. كان من المعترضين على هذه الزيجة ابنها الأكبر عمر، والذي قام بحذف كل الصور التي تجمعه والدته، كما وجه الجماهير النقد الشديد لأنغام، خاصة وأن زوجها يصغرها بحوالي 10 سنوات، كما أنه متزوج ولديه أولاد. وظهر في عدة برامج يوضح بأنهما لم يلتفتان إلى أي أحاديث سلبية، وأنهما يعيشان حياة زوجية سعيدة. ولكن لم يستمر الحال كما هو عليه، حيث أعلن أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية انفصاله النهائي عن أنغام وعودته إلى زوجته الأولى التي تمثل حب حياته، مما جعل الجماهير توجه له الكثير من الانتقادات. منذ إعلان الفنانة أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم بدأت الخلافات بينها وبين المطربة أصالة، وخاصة أن زوجة إبراهيم الأولى السيدة ياسمين عيسى تكون ابنة شقيق المخرج طارق العريان زوج أصالة السابق، الأمر الذي جعلها توجه النقد الشديد لأنغام. وصرحت أنها سبق وجمعتها علاقة صداقة قوية بأنغام ولم تكن تتوقع منها الغدر، على عكس أنغام التي صرحت بكل هدوء أن كل ما كان يجمعها بأصالة علاقة زمالة وليس صداقة، كما صرحت الأخيرة وأن أمر زواجها أو طلاقها هو أمر شخصي ليس لأحد حق بالتدخل به. ولكن بعد طلاق أصالة من العريان تغيرت الأوضاع، حيث بدت من أصالة محاولات للصلح، خاصة بعدما قامت بغناء جزء من أغنية أنغام في حفلتها، وصرحت بأنها لا يوجد بينها وبين أي فنان آخر أي خلاف، وأنها تحاول التركيز على عملها فقط. شائعة جديدة تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي ربطت اسم الفنانة المصرية أنغام بزيجة خامسة في حياتها، والزوج المحتمل هذه المرة هو الموسيقار هاني فرحان قائد فرقتها. ردت الفنانة أنغام بنفي ضمني عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلة: الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتب الإعلامي للتأكد من صحة الخبر. هاني فرحات الذي تصدر المشهد دون أن ينفي أو يؤكد الخبر حتى اللحظة، ربما ينضم لقائمة أزواج أنغام التي ضمت سابقا وبالترتيب مجدي عارف، فهد، أحمد عز، أحمد إبراهيم. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.